يا مرحبا ويا هلا بكم أيها الأحبة. زمان في عمان برنامجكم وحلقة جديدة، نتمنى أن إن شاء الله اليوم يعني نطلع أيضا بموضوع آخر جميل كذا تحبونه وراح تستفيدون منه بإذن الله تعالى من خلال طرح موضوعنا. موضوع جميل وموضوع شيق، لكن نستكمل موضوعنا بعد هذا الفاصل. عدنا لكم أيها الأحبة، وموضوعنا اليوم جميل وشيق مثل ما قلت لكم. موضوعنا عن الدبس. تعرفون الدبس حق المعرفة. الدبس إلى اليوم موجود وإلى اليوم تأكلونه، لكن اليوم ما تنشدون من وين يجيكم، ها؟ اليوم ربما أنه يجينا مصدر، يجينا من الخارج، لكن آبائنا وأجدادنا الأوليين كانوا يعملون الدبس لحالهم، وكانوا مخصصين لأماكن، والدبس هذا يصير من سح الفرض عندنا، خصوصا من سح الفرض. الدبس مهم جدا في الأكل، جميل جدا، خصوصا في وقت الشتاء الناس تطيب على هذا الدبس. الدبس كيف كانوا يسوونه الأوائل؟ طبعا يجيبون السح من بعد الجداد، من بعد ما يجدون النخيل يجيبون سح الفرض مثل ما أنتم شايفين الآن. الأولاد جايبين السح على الحمار، بعد الرقاط وغيره والجداد يجيبونه عند أبوهم اللي قاعد ينتظرهم هنا، جايبين له السح، والسح هذا ينجلونه في سمة هذه نفس سمة كبيرة، يعني يحطون عليها السح، سح الجداد، من ثم ينقونه ويختارونه يكون نظيف وملمع. السح هذا لما يأخذون السح النظيف يحطوه على الجراب. هني بعد أيضا مسميات أيضا أخرى. الجراب هذا إذا وضع فيه سح بدون ما يكنزونه يسمى جراب سح، ولكن إذا كنز يسمى وضيع. إذا كنزوه يسموه وضيع، والوضيع أيضا بتشوفون شكلها. الحين عندكم أشكال ظاهرة أمامكم على الشاشة والوالد قاعد يشتغل عليهن. هذاك جراب وهذا أيضا وضيع. جراب السح يعني أو وضيع السح هو اللي يستخدموه، ليش؟ لما تشوفون الحين يحط عليه السح، يحط عليه السح، بعدين يجي يقوم بعملية إيش؟ عملية الشك. لما يشك السح هذا يحط الفتحة هذه اللي أنتم شايفينها أمامكم، يحط فتحة ما يخيطها، ما يشكها يعني، يخليها. ليش؟ هذه يدرن، يسموها عملية الدرانة، يدرن من خلالها ينزل السح بطريقة ليش؟ أنه يوصل في الزوايا، في زوايا الجراب أو الوضيع، يوصله بالزوايا من ثم يضيف عليه سح إذا أراد بعده، وإذا كان يتحمل أيضا يضيف عليه من خلال هذه الفتحة فقط، علشان يشيل أكبر كمية من السح. بعدين يبتدي بالشك ويشكه كامل، من يشكه الزوايا هذه، زوايا الجراب أو الخصفة، يدخلن على داخل ويتم هكذا اسمه وضيع. الوضيع والجراب يبقى كلهم فيهم سح، الفرق أنه الوضيع مكنوز والجراب غير مكنوز، هذه هي الفروقات. طيب يشلوهن ويودوهن داخل الغرفة، احنا نسميها زمان صفة، هي من طين، يسمونها الصفة نفس هذه اللي الحين موجودة عندنا واللي بندخل نشوفها مع بعض، يعني أثناء زيارتنا عملنا العملية كاملة عندهم. الصفة هذه معمولة مخصصة لاستخراج الدبس من سح الفرض. كيف يسوون؟ يحطوا لها طلال. طلال هذه أنواع من يعني صلوب الشير، يحطونها كذا بطريقة معينة وعليها يعني فتحات ما بينها وبينها طلال، يحطونها كذا ويجيبون
الجربان هذا لو يصفوهن على الطلال صف فوق بعضهن ويخلوهن تقريبا يعني بشرط ان الصفة هذه ما يكون فيها فتحة، يبون بدون فتحة بدون دخول هواء بدون دخول اي شيء فيها، لا ضوء ولا هواء، حرارة يكون فيها حماوة. هني يبتدي يتفاعل الحرارة، تتفاعل مع التمر واللي هو الجربان اللي الوضعان اللي فوق بعضها البعض، يبتدي ايش يعني السح او يذوب ويطلع منه الدبس. الدبس هذا ينزل تحت تحت ومن خلال الطلال، لان الطلال بينهن فتحات، من خلال الطلال ينزل الدبس في الارض. هم مسوين في الارضيه طريق هكذا يعني مجرى مثل الساقيه الصغيره، يجري فيها الدبس الى ما ينزل كذا من قدام. هتشوفونه الحين امامكم انتوا على الشاشه من خلال الفيديو اللي راح نصوره، يجري وينزل في الحفره. الجريه الاولى تكون جريه خفيفه، اما الجريه اللي من بعدها تكون جريه ثقيله شوي. الاولى خفيفه والباقي ثقيله، الجريات ثقيله يعني، بس الاوليه تكون خفيفه. بعدين يجمعوه هذا كامل الدبس، وبعدين يحطوه على مواعين معينه، غرشان او اي مواعين كانت عندهم. هم عندهم اول المواعين الفخاريه يعني يحطون فيها الدبس هذا ويجمعونه، وبالطريقه هذه يكون استخرجوا دبس من تمر الفرض. ديروا بالكم مسمار الركبه هكذا يطلق على تمر الفرض سابقا يعني، ولا زال الى الحين يقولون عنه هكذا لما يتقهون الشياب يقول هات لنا مسمار ركبه. هو ذا في الحال هذا يكون استفدنا من وجود التمر هذا واستخرجنا منه الدبس. التمر هذا نقطه يعني؟ لا، التمر هذا ياكلوه يعني، استفادوا منه، طلعوا منه عسل الدبس والباقي للاكل. خلاص عاد من استخرجوا منه يطلعوا للاكل. سؤال هناك ممكن تسالون تقولوا لي كم تقريبا يوم يبغي له ينوضع داخل؟ يبغي له هناك داخل هذه الصفه حوالي 40 يوم. يظل داخل هذه الصفه 40 يوم، ومن بعد ال 40 يوم يروحوا يشيكون عليه ويشوفونه بدا خلاص متولف في هذيك الجابيه اللي مسوينها صغيره، متولف الدبس فيها، يبتدوا الحين يستخرجون هذا الدبس في المواعين. وبعدين عاد جلساتهم زمان ابائنا واجدادنا وذيك القهوه، ويجيبوا لك هاك القروص ويحطوا لك ذاك الدبس، وعاد انا ما اخبركم عن الباقي يعني انتوا اخبر. هذا هو موضوعنا لليوم. الحال نحن على موعد معكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم زمان في عمان. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي حفظه ورعايته.